لطائف النفحاتي تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله العلي العظيم. الإنسان في كثير من الأحيان يصاب بالحيرة من أمره أو في أمره، يحتار ماذا يعتقد، ماذا يعمل، وهذه حالة يبتلى بها الجميع في مرحلة من مراحل حياتهم أو في بعض أعمالهم، لا يعلم أن هذا العمل فيه نفع أو ضرر، أو ضرره قليل أو كثير، فيحتار. علماء النفس يقولون إن بقاء الإنسان في حيرة من أمره يصيبه بمقتل، يسبب الاضطراب في حياة هذا الإنسان، ولذا عليه أن يخرج من الحيرة بالطرق المناسبة السليمة. بعض خبراء علم النفس أجروا اختباراً عملياً ميدانياً لهذا الأمر، فذهبوا إلى بعض المدارس الثانوية وسألوا الطلاب: ماذا طموحك المستقبلي؟ ماذا تريد أن تصير؟ فبعض الطلاب قال: لا أدري، ما مقرر لحد الآن. والبعض الآخر بيّن، مثلا واحد قال أنه أنا أريد أن في المستقبل أكون طبيبا، والآخر قال مهندسا، والآخر قال طيارا، والثالث والرابع قال تاجرا، وهكذا مثلا. ودونوا هذه المعلومات. بعد سنوات طوال راجعوا هؤلاء، فشافوا الناس الطلاب الذين في ذلك اليوم في الثانوية قالوا: لا ندري، ما عندهم شغل عمل. بعد مرور سنوات طوال، وفي المرة الثانية بعد هذه السنوات حينما رأوهم لا زالوا متحيرين ولا يدرون ماذا يفعلون عادة. وأما الذين كانوا في ذلك الوقت مقررين مصيرهم، رأوا أكثرهم وصلوا إلى ما يريدون. هذا اللي كان قايل أريد أن أصير طبيبا وهو الآن طبيب، واللي قايل أريد أصير مهندس هو مهندس، واللي قايل أريد أصير طيار هو طيار. هذه تجربة ميدانية عملية أثبتت هذه القاعدة، أن الإنسان المتحير تحيره يضره، أما الإنسان غير المتحير والذي قرر أمرا يصل إلى ما يريد عادة إذا لم تكن هناك موانع اضطرارية. فبناء على ذلك الإنسان ينبغي في حياته أن لا يكون في حيرة. ولذا نراجع في الشرع، نجد أن الشرع المقدس
هيئ للإنسان أسباب الخروج من الحيرة، سواء في المجال الاعتقادي أو في المجال العملي. مثلا عندنا في بعض الروايات إشارة أنه إذا الإنسان احتار ماذا يفعل، روي عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول، رواية نختصرها بكلمتين، الإمام يقول له أنه إذا احترت في أمرك فافتح المصحف، فأول ما وقع بصرك عليه اعمل به، يعني حسب تعبيرنا الآن الخيرة أو الاستخارة. لماذا؟ لأن هذا متحير، إذا يبقى متحير راح يضطرب حياته، يقدم رجلا ويؤخر أخرى، ساعة يشتغل بأمر لأنه متحير يتراجع يشتغل بأمر ثاني وبأمر ثالث ويرجع إلى الأمر الأول، والعمل إذا ما صار في مواصلة يكون عمل فاشل ولا يصل إلى نتيجة وإلى الأمر المرجو. اقطع الحيرة بالخيرة. طبعا هذا مو معنى أن الإنسان يترك الاستشارة، لا، لازم يستشير، لازم الطرق الشرعية الأخرى الإنسان يسير فيها، يفكر ويستشير مع ذوي العقول وأهل الخبرة، ولكن في كثير من الأحيان الإنسان بعد التفكير وبعد الاستشارة لا زال يبقى في حيرة. لماذا؟ لأنه إما المستشيرون كلامهم مختلف فالإنسان يزداد حيرة، أو لا يعلمون فيقولون ما ندري، فلازم يقرر هذا لا يخلي نفسه محتارة. وأفضل طريقة أنه بالخيرة أو بالقرعة. حتى إحنا في المسائل الشرعية عندنا بعض الأحيان بعض المشكلات الشرعية في حياة الناس تحل بالقرعة. ليش تنحل بالقرعة؟ وحتى الفقهاء في كثير من الموارد يقولون اقترع. ليش؟ لا تبقى في حيرة، اخصم الأمر، اقطع الأمر. وحتى في بعض المسائل الهامة جدا، يعني مثلا مسألة الفقهاء يذكروها، ضرتان، يعني رجل له زوجتان ولدتا في يوم واحد وفي ساعة واحدة، أحدهما ولدت بنتا والأخرى ولدت ذكرا، ثم اختلفا، كل واحدة منهما تدعي أن الولد لها مو البنت. زين شنو نسوي هنا؟ ذاك الزمان ما كان الاختبار بالما أدري الحمض النووي أو على كل حال أمثال ذلك. حتى بعض الأحيان الاختبار إذا الأب يكون واحد هم ما يوصل إلى نتيجة لحد الآن. كيف نحل المشكلة؟ هذا الطفل أمه منه؟ هذه الطفلة أمها منه؟ ماكو طريق؟ إذا بالطرق الأخرى والقرائن القضائية وكذا ما تم تعيين الأم، النتيجة بشنو؟ بالقرعة. القرعة تبين أن هذه أمها فلانة وهذا أمه فلانة، وهذا يترتب عليه النسب ويترتب عليه الإرث ويترتب عليه المحرمية ويترتب عليه أمور مهمة، والنسب من أهم الأمور في الشرع وفي العرف أيضا. أما الأمر عندما وصل إلى الحيرة لازم تقطع الحيرة ولو بالقرعة. وعدنا كثير من الموارد في الأحكام الشرعية تصل النتيجة إلى القرعة. ليش؟ وفي الحديث الشريف القرعة لكل أمر مشكل. الإنسان لا يبقى محتار، يقطع أمره إلى نتيجة. الوالد رحمة الله تعالى عليه كان عنده، حسب ما ينقل الأخ السيد مهدي الله يحفظه، كان يقول كانت عنده مجموعة أصول في الحياة. احنا عندنا أصول شرعية، أصول اجتماعية أو عملية. من جملة تلك الأصول أصالة العمل. يعني شنو؟ يعني أنت هذا العمل محتار تسويه لو ما تسويه، اختار جانب العمل. يعني إذا فكرت وإذا استشرت وبعض الأحيان استخرت، الخيرة طلعت مثلا متوسطة، ما حلت المشكلة. الأصل العمل، مو الأصل عدم العمل. أقدم، والله عز وجل يبارك في الإنسان الذي يقدم، وقل اعملوا،
الأصل العمل، كان هناك عندك شك اقطع الشك باليقين بالعمل، توكل على الله سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فبناء على ذلك على الإنسان أن لا يكون في حياته محتار، يقطع الحيرة باليقين وباختيار أحد الطرفين والسير فيه. الآية الشريفة التي تلوناها لكم في صدر الكلام، الله عز وجل يقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الارتياب معناه شنو؟ الشك مع شوبه بالتكذيب. إنسان بعض الأحيان يشك في أمر، بعض الأحيان يرتاب، يعني يشك مع شوب هذا الشك بنوع من التكذيب أو الشبهة. بعض الأحيان الإنسان شاك خلص، بعض الأحيان يشك وفي هذا الشك نوع من سوء الظن ونوع من احتمال على كل حال أن الطرف المقابل يريد أن يضر أو يكذب أو ما إلى ذلك. الله عز وجل يقول لنا: أيها المؤمنون، إذا أردت أن يكون إيمانك إيمانا كاملا، مؤمن حقيقي، لازم لترتاب. آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لأن الارتياب مقدمة للحيرة. الإنسان اللي يشك ثم يرتاب ثم يحتار. ولذا بالنسبة إلى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، نقرأ في إحدى زياراته: ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. مسلمون كانوا لكن كانوا محتارون. شنو سبب هذه الحيرة؟ عدم العقيدة الصحيحة السليمة بالله أو بالرسول. الإنسان عندما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى أو بالنسبة إلى الرسول يرتاب، يقع في حيرة، وحياته هسه قبل الآخرة، قطع النظر عن الآخرة، في الدنيا حياته تتحول إلى حياة مضطربة. ولذا في الروايات أكو تأكيد شديد أنه أزح الشك من قلبك، إذا هذا الشك موجود لعله يرديك. في آية الله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني في المسائل التي اختلفوا فيها، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بالنفس يجد حرج ولا بالعمل يحاول أن يخالف. إذا في نفسه رأى حرجا، هذا إيمانه مو كامل، لأنه الله يقول: فلا وربك لا يؤمنون، مو مؤمنين ذول. إذا من حيث العمل لم يسلم، هذا مو مؤمن. لازم في نفسه لا يكون شك، لا يكون ارتياب، لا يكون حرج حتى. لماذا هذا الحكم صار كذا؟ كثير من الأحيان الآن، خاصة لأنه الحضارة الغربية هي الحاكمة في عالم اليوم، ومن الطبيعي أن الحضارة الحاكمة تؤثر في جميع الحضارات الأخرى. ولذا الآن نشوف في بلادنا مظاهر الحضارة الغربية متوفرة حتى في بيوت المؤمنين. هسه إذا هم مو حرام، يعني إذا هو متدين لا يرتكب حرام، لكن في غير المحرمات مظاهر الحضارة الغربية موجودة وغازية. وفي السابق بالعكس كان، يعني عندما الحضارة الإسلامية كانت هي الحضارة الحاكمة أو ما تسمى الحضارة الإسلامية، غير المسلمين كانوا متأثرين بهذه الحضارة عملا وفكرا، حتى اللي كانوا يحاربون المسلمين. هذا طبيعي من الأمور التي تذكر في الحضارات، أن الحضارة الحاكمة تؤثر على المحكومين، وهذا شيء طبيعي. زين، الآن الحضارة الغربية حاكمة شئنا أم أبينا، ولها الأدوات الكثيرة من الإعلام ومن الصحف والمجلات والفضائيات والكتاب والجامعات والمدارس وما إلى ذلك. زين، الحضارة الغربية تختلف اختلافا جوهريا مع كثير من مفردات الحضارة الإسلامية،
لأن الحضارة الغربية حضارة بشرية قائمة على مجموعة من الماديات، الحضارة الإسلامية حضارة إلهية إذا صح التعبير، حضارة إلهية قائمة على ما فيه خير الدنيا والآخرة. فبين هاتين الحضارتين أكو تضارب واضطراب وتخالف شديد. فكثير من الأحكام الشرعية تشوف في عالم اليوم واحد يشوف صعب تطبيقها، لأنه قد يواجه بالاستهزاء، قد يواجه بمشاكل جمة، مو استهزاء، يريد يعيش ما يقدر يعيش، وهم هم متعمدون في كثير من المفردات يجعلون بحيث أنه الإنسان الملتزم ما يقدر يعيش. وليش في فرنسا منعوا الحجاب مثلا؟ ولحد الآن القانون يمنع الحجاب في المدارس الحكومية، طبعا في المدارس الخاصة مو ممنوع، في المدارس الحكومية ممنوع. ليش؟ حتى العائلة المسلمة هناك ترى أنه إما بنتها تكسب العلم وإما أن تترك الدين، صار تعارض بين الدين والعلم، تريد تكسب العلم لازم تترك الدين، تريد تحافظ على الدين لازم تترك العلم. أو في مكان آخر أيضا استعمار الفرنسي في بعض البلدان كما قرأت في كتاب، أرغموا المزارعين على زرع العنب أكثر من الحاجة للأكل يعني، والذي يشتري العنب الفائض معامل الخمور، فربطة وحياة مجموعة كبيرة من المسلمين بالخمر، لأن هذا المزارع هو يريد يعيش وعيش على العنب. زين، من يشتري العنب؟ معمل الخمر. فبالنتيجة الحياة يريد يرتزق ويعيش ارتبط بالخمر، إذا ماكو خمر أو الناس أجلكم الله ما شربوا الخمر هذا حياته تتوقف، مع أن الرسول صلى الله عليه وآله لعن في الخمر من جملته غارسها، حتى اللي يغرس شجرة العنب لأجل بهذا الغرض أنه يحول هذا العنب في المستقبل إلى خمر، في هذا الحديث الشريف ملعون لعن رسول الله في الخمر كذا من جملتها غارسها. طبعا بيه في تفصيل فقهي بس إشارة إلى الرواية. فبناء على ذلك المسلم عندما يعيش حتى هو في بلده وفي بلدة متدينة يريد يطبق حياته على النظام الإسلامي يشوف صعب. فهنا كثير من الناس يشعرون بحرج، حتى إذا ما صرح بكلامه بلسانه يشعر بحرج من كثير من أحكام الشرع. إذا شعر بهذا الحرج هذا مو مؤمن أصلا. ومع الأسف الكثير خو أصلا مو فقط يشعر بالحرج، لا أصلا يبدأ بالكلام ضد أحكام الشرع. إذا هم هو يريد يظهر نفسه متدين يغلف بغلاف ديني أو بغلاف عقلي، وإذا هو مو ملتزم أصلا يقول إحنا هذا الحكم من الأساس من قبله، ويؤدي الأمر إلى إنكار معنى كثير من الآيات وإلى إنكار كثير مع الأسف من الروايات، وهذه موضة الآن دارجة، إنكار أي رواية لا تناسب العقلية الغربية. هذا في الواقع في جوهر الأمر، يقول سند ضعيف دلالة ما بيها ما أدري كذا كذا، وأكثر هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام ليسوا من أهل الاختصاص في الفقه والرجال والأصول وما إلى ذلك. على كل حال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. عادة المتخاصمان ليش يتخاصمون؟ لأن كل واحد يتصور نفسه هو صاحب الحق، ولذا عندما القاضي يحكم الطرف الذي الحكم ما خرج لصالحه يكون غير راضي. في أي مكان من العالم الذي حكم عليه مو راضي، إما يتهم القاضي وإما يتهم القانون وإما يتهم الشهود وإما غير ذلك. الله عز وجل يقول ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم في سورة البقرة بعض ما جرى على بني إسرائيل، وقلت رخ الله ما ذكر هذه القضايا وإنما ذكرها للاعتبار، وإلا القضايا التي حدثت من يوم أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى يوم نزول القرآن
مليارات القضايا، لكن الله سبحانه وتعالى في القرآن اختار أهم تلك القضايا ليذكرها لنا لنعتبر بها. في سورة البقرة الله عز وجل يذكر قضية البقرة، بنو إسرائيل قتلوا بعضهم، يعني قتل رجلا في قضية مفصلة ثم ألقاه في مكان واتهم أصحاب ذلك المكان بأنهم هم القتلة فيجب أن يدفعوا الدية. الله عز وجل أمرهم أن يذبحوا بقرة، وبالذنب هذه البقرة ذيلها ضربوا الميت فقام وأخبرهم بالقاتل، فأخذ القاتل أو القاتلين واقتص منه أو منهما. هذه القضية الله عز وجل في القرآن مفصلها أكثر من صفحة من هذه القرائن اللي بخط عثمان طه. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. بعدين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، يعني لا كبيرة مسنة ولا صغيرة، فافعلوا ما تؤمرون. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظر. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، إلى آخر الآيات المباركات. زين، هذا التفصيل لماذا ذكر في القرآن إضافة إلى الفوائد الجمة في كل كلمة كلمة في هذه الآيات المباركات. من الأمور التي الله عز وجل يبينها أنها كانت في بني إسرائيل، ومع أن الله سبحانه وتعالى فضلهم على العالمين ولكن كثير منهم هلكوا وأهلكوا، هو هذا الأمر عدم التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. وفي الروايات إذا من الأول كان عندما الله موسى عليه السلام كان يقول لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لو عمدوا إلى أي بقرة فذبحوها لأجزأتهم، ولكن تمرد على حكم الله. حس نبي الله موسى يقول إن الله يأمركم، شنو في مقابل كلام موسى؟ أتتخذنا هزوا؟ الآن الكثير من عندنا يعني من المسلمين مع الأسف هذه حالتهم، عندما يشوف حكم على كل حال نفسه إذا هم ما صرح يعتبر هذا الحكم حكم فيه الاستهزاء، هكذا في قلبه، خاصة قلنا الأحكام التي لا تنسجم مع الحضارة الغربية. نبي الله قايلهم أتتخذنا هزوا، والنبي يقول أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. بعدين يجون يطرحون أسئلة تافهة لكي لا يمتثلوا الأمر، أو لأنهم كانت لهم حالة اللجاج والعناد. الآن كثير من الناس عندما تناقش في أحكام الشرع هكذا يشرق يغرب يذكر منا كل رطب ويابس يجيبه كلام فد واحد من مثلا الغربيين يقنعه، كلام الإمام الصادق لا يقنعه، الآية القرآنية لا تقنعه، هكذا. زين قاموا يطرحون أسئلة تافهة، شنو لونها وشنو سنها وشنو ما أدري كذا. وفي بعض التفاسير أنه عندما انقطعت الأسئلة بعد ما يجي في بالهم يسألون سؤال قالوا إنا إن شاء الله لمهتدون. وصل إلى مرحلة يريد يطرح أسئلة تافهة بس ما يجي في باله. بعدين عندما الله عز وجل بيّن لهم يعني شدد عليهم، ذاك الوقت ما كان في بالهم أن يطرحوا سؤالا، فذاك الوقت امتثلوا الأمر. وهم أكو في بعض التفاسير امتثالهم للأمر ليس لأنه أمر الله سبحانه وتعالى، وإنما عنادا وللجاجا قالوا سنذبح البقرة ونضرب ذيلها بهذا الميت ولا يحيى فنفضح موسى، هالشكل أصلا كان كما في بعض التفاسير. وحتى فذبحوها وما كادوا يفعلون، ذبحهم ليس امتثالا لأمر الله كان. زين هاي القصة الله ذكرها بس مجرد قصة؟ لا، حتى إحنا نعتبر بها، والكثير منا الآن حالته صايرة مثل حالة بني إسرائيل. كفت كلام أنه لا أريد أن أطيل عليكم كثيرا،
أنه لماذا الله عز وجل أكثر من ذكر قضايا بني إسرائيل في القرآن، حتى بعض القضايا ولو تكرار في القرآن ماكو، ولكن القضية الواحدة قد بينت في آيات أو سور مختلفة. لماذا؟ الجواب لأن بني إسرائيل كانوا أمة، كانوا حضارة، وما يجري في أي حضارة يمكن أن يجري في حضارة أخرى، ما يجري في أي أمة يمكن أن يجري في أمة أخرى، وجميع ما جرى على بني إسرائيل يمكن أن يجري علينا، وقد جرى كثير منه علينا. الآن في كثير من الأحيان عندما يذكر حكم من الشارع يقول شنو العلة، شنو السبب؟ زين، إذا لم تفهم السبب أو لم أفهم السبب يعني الحكم غلط؟ الكثير من الناس يقول إذا أنا هذا الحكم ما عرفت سببه شنو والعلة العقلية فيه ماذا، ما أقبله. هل هذا الأمر صحيح؟ يعني إذا أنا رحت إلى طبيب والطبيب أعطاني علاجا وأنا لم أفهم سبب هذا العلاج، أخالف أمر الطبيب؟ أقول لأني لم أفهمه فهذا غلط؟ ينبغي علينا أن لا نرتاب ثم لم يرتابوا، يؤمن بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. هذا ثم يعني كثير من الناس بعد الإيمان بالله وبالرسول يرتاب، وإذا لا سمح الله البعض منا فيه هذه الحالة الارتياب بالنسبة إلى الله أو إلى الرسول، يحاول أن يزيل هذه الحالة، يخرج نفسه من حالة الارتياب والحيرة. هذا في جانب الاعتقاد. بعدين الآية تقول بالعمل، لأن الاعتقاد يظهر على عمل الإنسان. بعدين الآية تقول وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذا صادق عندما قال لا إله إلا الله، عندما قال محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، ما شك في نفسه، في عمل، جاهد بماله وبنفسه، لأن أعز الأشياء لدى الإنسان النفس والمال، جاهد بماله ونفسه. والكلمة الجهاد، لأن بعض الأحيان الإنسان يدفع مالا بكل يسر وسهولة، بعض الأحيان يدفعه بصعوبة، فهذا يحتاج إلى جهاد النفس. بعض الأحيان الإنسان يذهب إلى بعض المواقف في الحرب أو في غير الحرب ويعلم بأنه لا يصيبه مكروه، بعض الأحيان ما يدري، هنا يكون الجهاد بالنفس. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، لم يرتب وعمل أولئك هم الصادقون. هذا كلامه عندما قال لا إله إلا الله صادق ولم يكن كاذبا. فعلينا بشكل مختصر أن في هذا العصر وهناك قصف إعلامي شديد بمختلف الطرق والوسائل، هذه الأفلام التي توضع في الفضائيات كثير منها، وكذلك المسلسلات، وكذلك أفلام الكارتون، لن نتصور أنه قصة مثلا لملء الفراغ، لا، كثير من هذه وراءها خبراء نفس، وراءها الكنيسة، وراءها على كل حال أفكار بطريقة غير مباشرة يقحمون هذه الأمور في هذه الأفلام، حتى أفلام الكارتون، حتى يربون صغارنا وكبارنا على كيفية خاصة. واحد نقل لي قبل فترة أنه بعض الأماكن التي تنتج فيها الأفلام في أمريكا يسموها هوليوود، هذه أي سيناريو يكتب حتى يتحول إلى فيلم أو إلى مسلسل يعرض لكنيسة متخصصة، وهذه الكنيسة المتخصصة يعني متخصصين مو قوترة، في كل فيلم وكل مسلسل يحاولون إقحام رموز المسيحية في ضمن هذه الأفلام، حتى الأفلام اللي ما لها أي ارتباط بالدين، قضية يحاول أن هذه القضية مثلا هذا يتكلم مع ذاك بالشارع، يحاول أنه بالشارع يكون خلفة تبين كنيسة، هي قضية طبيعية، لكن لا بالصليب مثلا، أو محاورة في داخل كنيسة، أو كذا أو كذا أو كذا. ليش؟ لأن هذا اللي يشوف شوية شوية هذه الأمور تتركز في ذهنه. فإحصائية قبل فترة
قرأتها عن بعض الفضائيات العربية، واحد خلال أسبوع كان جارد شايف المسلسلات والأفلام بالأربع وعشرين ساعة كم مرة يعرض فيها شرب الخمر، كم مرة تعرض فيها العلاقات المحرمة، كم مرة تعرض فيها كذا وكذا 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 مما هو من ثقافتهم وخلاف ثقافتنا الإسلامية. كان حاسب إحصائية مئات الألوف واصلة، وكذلك في أفلام الكارتون وما إلى ذلك. فالطرف المقابل ده يشتغل، إحنا المفروض علينا هسه لازم نحصن أنفسنا، لازم نوجد البديل، لازم كذا، نحاول أن حالة الشك والارتياب أن نزيلها من أنفسنا ونسلم لله وللرسول، ويكون في بالنا دائما هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وآله. يا عمار، رسول الله يقول لعمار: لو سلك الناس واديا وسلك علي واديا فاسلك الوادي الذي يسلكه علي. لا يهمك القيل والقال والإعلام وما إلى ذلك، يهمك ما يرضي الله ورسوله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها.